عندنا حاجة بتاع 16 نفر شباب، والمهم حكمهم بالإعدام. القاتل القذر المجرم المغتصب الفرشة، مش فرشة، السلطان دار اندوكا معام في الجريمة النكراء، والفرش معام، والشيوخ معام، يعني كل الإدارات الأهلية، وخميس كندري حكموا لنا 16 نفر كانوا قاعدين في سجن بتاعت النيالة، حولهم سجن الفاشر، وبعد ذاك شنو؟ حيودوهم قارب السودان يحاكمون بالإعدام. أنت قادر تفهم الكلام ده؟ وفي شباب شوفها صغار، شوفها أعمارهم 14 سنة، فالمهم رافضين طبعا الجنجويتي حميتي، فيمكن زي الشافعي ده بعد سنتين فكوه. أي نو؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأخ مصعب إبراهيم هارون عبد الله من أبناء غرب دارفور من الجنينة. في عام 2021 شهر 4 يوم 24 كنت ماشي إلى السوق، اتقبضت في حمل الطوارئ، والزمن ده كنت قبلك بسنة تامة الصف الثاني أساس. ماشي السوق اتقبضت في حملة الدعم السريع، قالوا في انه حمل الطوارئ وكده، وما قالوا نظار وما عارفين انه في حمل الطوارئ. الساعة 11 نهار، بعد ده قال لي اقف. بعد ما وقفت حطوا لي وشي بقطعة سوداء، رفعوني في العربية دقوني. بعد ما دقوني ودوني القسم، ودوني القسم حطوني 20 يوم في القسم من دون تحري من دون اي حاجة. ما زول جه سألني قال لي انت مشكلتك كده ولا يتحاول مني. بعد ده قاموا لي امر سجن، ودوني سجن الكبير سجن ارض مطر. عملت 3 يوم في سجن ارض مطر، نادوني برا قال لي محكوم سنة، قال لي الوالي حكمك سنة. وفي نفس الزمن الوالي كان ما في هنا. انا قلت له اتحكمت بمناسبة جنوب ومقابل جنوب، قال لي بس انا هنا ما اكلمك، لكن انت الوالي حكمك سنة. قلت له طيب ممكن تودوني للوالي اعرف بانه حكمني بها بسبب؟ قال لي الوالي حكمك حكم غيابيا، والان الوالي هو مشغول وكذا حكمكم حكم غيابيا. حطوني هنا في سجن الهدى، عملنا 9 شهور. يعني الواحد لو بقيت ايام مشيت المستشفى يقول لك انت خاتين نقلين امانه هنا، ما عندك معانا ولا حبة وجع راس. عملنا 9 شهور، في اليوم اللي نتم 9 شهور الصباح بدري الساعة 6 صباحا جو قال لنا افراج دايرين في الكوكو. طلعونا ودونا برا، قال لنا الوالي قال دايركم يودوكم في بيته يفكوكم. يعني ودونا نفرين، ادونا كلباش هاي نفرين في كلباش نفرين في كلباش، حتى الحمام لو خاشلو تخش مع اخوك سوا. بعد ذلك جابونا المطار، من المطار رفعونا بالطيارة جابونا في سجن الهدى. سجن الهدى في أول بوابة قال لنا إنتوا ناس الخريب ديل، إنتوا مجارنا وكده، والوالي وسانا عنكم، قال إنتوا مجارنا. في نفس الزمن ده دقينا تاني في البوابة جوا برضو دقونا. بعد ذلك خشينا جوا، بعد ما خشينا جوا عملنا زي أسبوع قابلنا المدير، قلنا له انا هنا بلاغات مش دايرين نعرف، لو اننا بلاغات ممكن تودونا محكمه والله كده عشان الواحد يعرف مسيره شنو. قال لنا انتوا ما عندكم محكمه واوراقكم ما معانا في السجلات هنا، بس عندكم نسخه هنا بس، لكن في السجلات ما عندكم معانا حاجه. بعد ده عملنا زي شهرين، عندنا واحد اسمه نصر الدين برضه عمره 16 سنه، ده جنة بقى مجنون. بعد الكلام ده بأسبوع عندنا واحد اسمه مبارك بقى أيام، يعني بالليل بيستفرغ دم، ما قادر ياكل ما قادر يشرب ما أي حاجة، قاعد يستفرغ دم. ساعد رفعناه وديناه لإدارة القسم، قال لنا انتوا ما عندكم دواء هنا، ما عندكم أي أدوية، ما بنودوكم المستشفى ولا كده، لو عندكم أحد هنا ممكن تتصلوا لهم عشان يجيبوا لكم الأدوية. طالبنا بمقابلة المدير، ودونا للمدير. المدير العميد برضه نفس كلامه، قال لنا انتوا حبة وجارة ساي ما عندكم هنا، انتوا كأمانة خاتينكم لنا. وفي نفس الزمن انا كان سجلت 14 سنة، اصلا عمري 14 سنة في نفس الزمن اللي اتقبضت، هم هناك سجلوا 19 سنة. في
في البلد كلمتهم وهنا كلمتهم. عملنا سنتين في السجن يا واسي حالياً عامل 16 سنة. بعد ذلك ما عملت الأساكر برضو ما كويسة معنا. خاتلنا مع الناس المحكومين إعدام. الناس المحكومين إعدام ذلك خاتلنا معهم. يعني ممكن تقاعد ساين عسكري يجي يقول لك انت سريرك ده تنزل منه وكذا عبيد ما تنزل منه يجي يفتشك لقى عندك بروج يشيله لقى منك اي حاجه يشيله لو مشيت اشتكيته قدام المدير هو بنفسه بيقول لنا انتوا الخرابه ناس مجانين العسكري ده ما خلطان ليك انت اكيد عم تروح. طيب 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 اول حاجه يمكن زي ما سمعت براكم يعني دا الوالي خميس كندن والله يا جماعه الناس القاعدين مع خميس كندن اقسم بالله انت ما رجال اقسم بالله اي زول مفروض تفتش نفسك لو انت عندك ذره بتاعت انسانيه وعندك دين وعندك شرف عين دي الاطفال وحس قال لك في لاستا في 60 نفر دايرين شنو من الجنينه يودوهم سجن برصدها شفت هيمتي شغال كيف 60 نفر انه ديل الرافضين الجنجويت هيمتي يعني انت قصبا انك تقبل هيمتي رفضت انت لو طفل صغير بسجلوك عمرك 19 يا 20 بودوك بسجنو فوالله ما رجال اقسم بالله راحوا نفسكم انتوا لو ناس عندكم شرف وعندكم ذره بتاعت انسانيه وعندكم دين وعندكم ضمير دقوا خميس ده طلقه يا تخرجوا منه عندكم خيارين بس لا يمكن انا هسير قدامكم ده عليك دينك لو السماء ينطبق مع الارض بيتفق مع حميتي لو ناس دارفور دي اتفقوا مع حميتي انا ما بيتفق معه انا خليني افضل واحد براي بس ما بيتفق مع الزول اللي اغتصب يعني وكتر وشرد وليوم الليله بشر ما بيتفق معه نهائي ويا زول خط يده مع حميتي ها ها ده باعتباره خليه يراجع نفسه خليه اكيد ما واد حلال زول واد حلال وعنده شرف وعنده دين وعنده كرامه وراجل ورجال شهامه ما بالضروره انك انت تكون مشهور ما بالضروره الناس يعرفوك ما بالضروره انك انت الشغل اللي اشتغلته يقدروا لك الناس ما بالضروره انت خليك عفيف ونظيف كده بس ما حسيته في اللايف ده انا في ناس بعرفهم ما بعرفهم طبعا صح لكن من خلال تعليقك ده بيميزك انك انت زول عندك شرف وعندك كرامه وعندك دين تعليقك بس والبروفايلات دي كل الناس بيتعبوها على فكره يعني لما زول يجي يحصل لي مشكله ردك الترد في التعليق ده بيقيم انت شخصيتك ما بالضروره انت تسهر في اللايف عشان يعرفوك انت فلان ان فلان ساهمت ولا دفعت ولا شلت بندقيه قاتلت ولا اشتريت بندقيه ولا قاعد تصرف اهلك لا 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 شفت تعليقك ده بميز ده كله فوق اذا انت عندك ذره من الانسانيه وعندك شرف التعليق حقك ده بيحدد لك انك انت زول كريم وانت زول انت شهام عندك شهامه وانت زول عندك رجوله وانت ما حتخذ يدك مع جنجويت حميتي وانت 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 كل شيء ما بالضروره تطلع لايف ما بالضروره تعليقك درس بياكد لك انت زول وسخ افين ولا كويس لكن اذا الحركات المسلحه طلع واحد غايد من نصه انقلبوا في مني وجبرين وطاهر حجر ومسكوا الزمام الامورهم وانقلبوا في حميتي نحن بنكن لما الاحترام والتقدير ده نمبر 1 ونمبر 2 انا يوميا قاعد انوه وانبه بانه الاساكر اللي قاعدين في الطاشرات دي ناسنا نحن لكن كمان ما ممكن الليله يعني مني برضه قاعد يعتقد في جزء من الناس اللي بيخالفوا لكن ما زي خميس خميس ده اوسخ مخلوق عندكم خيارين سرتي كمين الناس اللي قاعدين مع خميس عندكم خيارين لو انتوا اولاد حلال مع اولاد حرام ولو عندكم شرف ولو عندكم دين ولو عندكم انه مرجعيه لترابكم ده ولو انتوا بتعرفوا انه جدودكم قاتلوا وطلعوا الفرنسي وجيتوا لقيتوا البلد ده عندكم خيارين بس لو عندكم شرف عندكم خيارين يا تدوا طلقه يا تتخرجوا من خميس اثنين بس ما في ثلاثه اثنين بس ثلاثه ما في اي زول قاعد مع الجنجويتي ده يتاكد تماما تماما انت الزول ابن الحرام ده افضل منك واشرف منك واحسن منك لانه اللوم على امه ما عليه هو ما عليه هو على امه وعلى ابوه صح؟ ده اشرف منك وانظف منك الزول اللقيط البرفوم من الوطن ها بودوه بيربوه ده اشرف وانقى وانظف منك انت الزول اللي عندك ام وابو لا يمكن زول يا اخي عليك الله من 2003 اهلك بيكتلون زي ده تجي عليك دينك تقعد مع جنجويتي هيمتي بلا راجع روحك راجع روحك ما تقول لي انا ما اعرف انا والله ما ذات والله اللايفات دي بس لا حبيبنا
اللايفات بتاعت شنو ولا وقتك بتاع انت كده اوريدي انت واعي انت واعي انت ما محتاج لانه الحمار يعني زول ما متعلم الحمار فاهم ولا هو افهم من الحمار انت ما متعلم التعليم ده ما عبارة عن كماليات بس انسان مخلوق على الفطرة بالفطرة كده هو اوريدي عارف اي شيء انت الحمار ده يعني انت عارف اكتر منه ولا هو عارف اكتر منه كرمنا بني ادم في البر وفي البحر انت ابن ادم مكرم اللي بيعرف اكثر من اخوه انت ولا الحمار اذا الحمار تعرف الحمار حديد الحمار ده لما نشتريه ونجيبه نوديه الوادي مرتين ثلاثه اربعه خمسه مرات ارفع البيت كان شديته من الوادي طوالي بجي البيت بخش البيت معناته عارف يعني ما خش اي بيت طول كان في مليار بيت بجي خاشي في البيت اللي انت شنو القاعد تدي الالوك فوقه القاعد تدي الاكل فوقه ده بيعرف ده انه بيته وبمشي بقيف محل الدرير ربطه كمان اتخيل يعني ما بمشي بقيف عشوائي كده ساكت بخش لكم هناك ولا بنوم في السرير بتاع النوم ولا غرفته لا 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 بجي في محله القاعدين يربطه ده حمار يعني انت انسان بتميز ويجي وعارف يجي مش تقول لي انا ما عارف نمشي قدام شوية طيب في واحد هنا لسه أنا ما كملت برنامج بتاع حميتي طبعا شغال معكم شوية شوية وان باي وان أسمعوا الكلام ده الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المك عجيب الهادي المك علي المك ناصر المك إبراهيم المك بابكر رئيس الإدارة الأهلية ولاية الخرطوم حقيقة فيما يختص بالاتفاق الإطاري نحن نعلن رفضنا مجددا لذلك الاتفاق المدعوم من الخارج وبنفتكر أن الإرادة مفترض تكون إرادة سودانية قوية بالحوار يكون سوداني سوداني نحن أصلا لا نتفق مع بني الأصفر نحن لا نتفق مع الخواجات وكلامنا واضح زي عين الشمس أن هذا المدعو اللعين فرقر ما حيقدم أي خدمات للبلاد ولا فيه خير وعهدنا فيه من زمانك أصلا الخواجات ديل نحن لما يذكرون اسمه بيجينا حساسية لأنه الناس لا عندهم أخلاق لا عندهم مسؤول لا عندهم قيم ولا عندهم مجتمع مجتمع ذاته كله منحط مثلي لذلك وهذا وفولكر ده كافر ونحن عندنا حساسية مع الكفار أصلا عندنا حساسية لما تقول لنا كافر ده خلاص نحن نفسنا بتبرق منه لذلك بتبقى كل مبادراته دي نحن ما بنسخ فيها ولا عندنا فيها صيغة وكل ما نتذكر فولكر وعوال نتذكر العنصرية ونتذكر الرق ونتذكر عدم الاحترام اللي احنا قاعدين نلاقيه من دول العالم الثالث من تلك الدول الباقية الفاشية لذلك احنا وناس بيحبوا المثليين وهم ذاتهم مثليين كل المجتمع مثلي يبقى مجتمع مثلي ابتدائي داير تطبقه هنا في السودان ما في مثلي هنا عنده بلد معانا ولا في مثلي عنده شبر معانا ولا بنقبل احنا الغايتين ديل هنا في بلدنا دي انه يحكمونا ولا يكون عندهم اي تاثير دي ده كان كمية بتاع التناقضات طبعا صح ما بنقبل بعد احترامي يعني لاخواتي وانا ما بنقبل لوايتين قال لك لوايتين والله كمية بتاع التناقضات حاسس الزول ده الزول ده تعمل وين يا جماعه يا جماعه مسكرين الزول ده من اعضائه ده تعمل وين قال ما بقف انت زي ما سمعته انا ما بفسر وانت ما تقصره طيب الزول ده رافض فولكر وانه مستنيين وحاولها الكفره وهنهنا وهنهنا
المهم طيب حلو. وفي نفس اللحظة هميتي عشان تعرف كمية التناقض هنا والله المستعان هميتي هنا قال لا لا هو قبلان قبلان الاتفاق الإطاري زول ده رافض صح؟ فرق الكافر وعلى ما يبدو وبتاع والتفاصيل دي طبعا صح؟ وهميتي هنا بقول لك سلام جوبا خط أحمر وكمان الاتفاق ده هو ماشي فوقه. أنت قادر تفهم الكلام ده؟ طيب دقيقة نكرر لك كلام هميتي ياهو ده. ما في مخرج ما في لنا مخرج دير دايما فتشنا ما في مخرج والله ما عندنا اي مشكله لكن ده مخرج دير الوحيد عشان كده احنا التسويه دي مؤيديننا وماشيين فيها واننا يا جماعه نفعل ده ما بنرجع منه ورا بنمشي فوق قدام مره ما في رجع التسويه دي احنا ماشيين فيها الناس ردوا ولا ابوا احنا ماشيين فيها لكن برضه لازم تجمع الناس التسويه لازم تجمع الناس والناس اللي معروفين في الورقه دي ومتفق عليهم قبل ما نجي من الجنينه في ورقة متفق عليها مكتوبة متفق عليها الناس اللي بوقعوا فوق الحكاية دي وفي ناس بيجوا في الورش عشان برضه يا جماعة احنا الحكاية دي تكون واضحة بالنسبة للناس تجد احنا داعميننا وماشيين فيها وده مخرجنا يا جماعة عشان بلدنا دي ما تتفرتك ما عندنا مخرج غيره وأي زول داير يتكلم عن السلام وبنظروا قاعدين في بيوتهم وبنظروا في السلام ديل ما انتم ايه الكلام ده خلوه سلام ده لا فوق نقاش يا جماعة ده اخذ 25% 25% يا جماعة كثيرة في 75% قاعدة أدوا الناس الآخرين كنتوا عادلين أدوا الناس 75% الثانية دي سلام ده ما بنقبل فوق كلام سلام ده خط أحمر ما فوق أي لغب ولا فوق أي كلام لكن فينا عندهم أجندة أبدا الأجندة دي نحن مهم طيب يلا هسي يا جماعة كلام تيري وكلام حميدتي وكلام الزول ده الزول ده تابع للكيزان ولا تابع لوين الله أنت عارف أنا ذات شفتها ها راسي ذات الضرب المهم الزول ده تعمل ايه يعني في مجابهات بين الكيزان وبين كده وبين بتاع المهم مشدات زي ده طبعا اي دول بجور طبعا صح؟ يعني هسه هيمتي كذاب ولا الزول ده كذاب ولا تيري كذاب ولا الحركات كذابين ولا هم كلهم متفقين ولا يعني كذا 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 لخص الموضوع ده كذا يعني كذا خليني انا كذا اعتبرني انا ما فاهم حاجه انا ما كلمتكم قلت لكم ما في حكومه اكلمتكم يا جماعه عشان ما تقعدوا تجوتوا لنا وزقاوه وبتيخ وطماطم وانين والله العظيم يا بابا موضوع قلنا لك ناس مني وجبريني ما ممثلوا والله 10% في الزقاوه ده نقطه حطها في راسي نمرة اثنين حميدتي اخطر من الحركات المسلحه وقالوا لكم سلك سلك لحالك عرفتوا كلامي معلش بس في نزله تمام فحميدتي اخطر من الحركات المسلحه ب 700 اول حاجه مجرد ما دقينا الحركات المسلحه مش الحركات الجنجويت الرباطي اوريدي الحركات اي دول بلين ضرب وبقعد فوق داير تعمل شنو ثاني؟ موضوعك انتهى يا صاحبي اصبح مستعمل عندك اي برنامج داير تفرفر تعمل شنو؟